السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتكلم عن الكالي نت هانتر. النهاردة المصدر بتاعنا هيكون الدوكومنتيشن الرسمي على موقع كالي دوت اورج. كالي نت هانتر هي عبارة عن أداة أو عبارة عن بلاتفورم أوبن سورس مجانية، تقدر إن أنت تستخدمها على أجهزة الأندرويد. من خلالها تقدر إن أنت تستعمل الأدوات الخاصة بالكالي لينكس، وتقدر تنفذ التاكس تانية، أو تقدر إن أنت تستخدم أكتر من أداة. حاجات مش هتكون موجودة أو صعب إن أنت تقدر تشتغل عليها إلا على النت هانتر. هنتصفح النهاردة الإمكانيات بتاعته أو الحاجات اللي هو بيوفرها لك، وهنتكلم برضو عن الدعم بتاعه، الأجهزة المدعومة، وإزاي تشغله على جهاز مش مدعوم. هنتكلم إن شاء الله عن الكلام ده النهاردة نظرة عامة، وبعد كده إن شاء الله لو عجبكم الموضوع ده هكمل فيه إن شاء الله في نفس السلسلة. زي ما احنا شايفين ده الدوكومنتيشن الرسمي عندنا هنا في الاندكس. اول حاجة بيلدينج نت هانتر، ازاي تعمل بيلد النت هانتر. طبعا موضوع البيلدينج ده مش لأي جهاز، لازم يكون لجهاز من الأجهزة المدعومة، تمام؟ لو انت حابب تعمل بيلدينج للكيرنل نفسه فانت تقدر ان انت تعمل الكلام ده، او تقدر ان انت تحمل البري بيلت ايمج جاهزة، ملف زد اي بي، تقدر ان انت تعمله فلاشنج بالتي دبليو ار بي، تمام. بعد هنا، بعد عملية البيلدينج، لحد هنا بيتكلم عن البيلدينج. بعد كده انستولينج نت هانتر، ازاي تعمل انستليشن للنت هانتر عندك، تمام. الأجهزة المدعومة برضو هنبص على الأجهزة المدعومة كده نظرة سريعة. أول حاجة عندنا أجهزة من وان بلس. طبعا لما بتكلم على أجهزة مدعومة أنا هنا بتكلم على نت هانتر اللي هو الإصدار الفول، أو اللي هو الفيل فانكشنز كلها، تمام. الجهاز هيكون معاك روتد، وهيكون عليه ال تي دبليو ار بي، وهتنزل الايمج بتاعته من هنا أو الملف ال زد اي بي الخاص بيه من هنا، وهتعمله فلاشنج بال تي دبليو ار بي، هيكون شغال معاك بكامل إمكانياته، تمام. ده لو هو مدعوم رسميا وموجود عندنا في الصفحة دي. الأجهزة اللي عندنا أجهزة من وان بلس، في جهازين من شاومي. أول جهاز اللي هو الدافنشي ميو أي، ده الاسم الكودي، يعني الاسم اللي هنا اللي هو دافنشي ده الاسم الكودي. الجهاز ده اللي هو المي 90 اللي عندنا هنا في الصورة، تمام. عندنا برضو أجهزة من نيكسوس، الأجهزة الخاصة بجوجل. عندنا من سامسونج برضو، في عندنا الجهاز ده. عندنا برضو جهاز البي دي اي اللي هو ده، لو شفناه هنا ده شكل الجهاز، تمام. في برضو عندنا اجهزه من ال جي، من نوكيا، من سوني، من زد تي اي، وفي عندنا السمارت ووتش دي، تمام. دي طبعا عليها وير او اس، فده يعتبر نظام اندرويد كامل او سيستم اندرويد كامل عليها، فعشان كده هي تقدر ان انت تنزل عليها نت هانتر، خصوصا ان هي مدعومة رسميا. وعندنا هنا اخر حاجة جينيريك، ده اللي انت تقدر تجربهم على اي جهاز بمعمارية ارم او ارم 64، تمام كده. في برضو حاجات تانية تقدر تجربها، يعني في عندنا الروت لسه هنتكلم عنه دلوقتي، بس هنمشي بالترتيب بتاع الدوكومنتيشن. اول حاجة عندنا بعد عملية الانستول، في عندنا هنا الابليكيشن اللي هو التيرمينال بتاع نت هانتر. زي ما احنا شايفين بعد عملية التثبيت، لما بتفتح الابليكيشن اللي هو الخاص بالتيرمينال بيكون عندك 3 خيارات. الخيار الاول انك تشتغل على الكالي، الخيار الثاني انك تشتغل على اندرويد، الخيار الثالث انك تشتغل على اندرويد بصلاحيات السوبر يوزر او بصلاحيات الروت، تمام. عندنا بعد كده من الخصائص بتاعت النت هانتر انك تقدر تنفذ باد يو اس بي اتاك. طبعا ده مش اتش اي دي اتاك خالص، الاتاك ده انت تقدر تستخدم الخاصية اللي هي ال ار ان دي اي اس، اللي هي بتسمح لك ان انت تشير الانترنت او الاتصال عن طريق اليو اس بي، في ان انت تخادع الجهاز انك تمرر الترافيك كله بتاع جهاز معين من خلال الموبايل بتاعك. يعني كمثال انت هتعمل ستارت اتاك للباد يو اس بي مان ذا ميدل اتاك، وبعد كده هتوصل الجهاز بتاعك باي لابتوب ايا كان نظام التشغيل بتاعه. بعد كده هيظهر عنده هنا في النتورك ادابترز، ادابتر جديد، والادابتر ده هيكون مسؤول عن انه هو هيمرر الترافيك كله من خلال الموبايل بتاعك،
ان شاء الله نشرح الحاجات دي بشرح عملي بعد كده لو حبيتوا ان احنا نشرحه. عندنا الـ CH Root Manager، وده اللي انت بتقدر تتحكم فيه بالـ CH Root او بالسيستم بالكامل، سواء انت عايز تخليه اب او داون، يعني عايز تخلي النظام ده يكون قيد التشغيل عندك في الجهاز او لا. طبعا ده بيستهلك من البطارية. عندنا بعد كده نت هانتر كومبوننتس، بيتكلم عن الكاستم كيرنل. طبعا الكاستم كيرنل ده بيتيح لك حاجات زي الـ CD ROM ايميوليشن، تقدر ان انت تخلي الجهاز بتاعك يقرأ على البي سي او على اللابتوب كأنه هو CD ROM، طبعا من خلال عملية الايميوليشن. عشان يكون الموضوع ده مدعوم عندك لازم الكاستم كيرنل، وبرضو حاجات تانية زي الـ HID، وزي ما احنا شايفين هنا برضو بيتكلموا عن الـ HID زي ما بقول لكم. وفي عندنا برضو الـ External SDR اللي هي الـ RTL SDR مثلا، وعندنا برضو الـ Wi-Fi Adapters External Wireless Devices. عندنا الـ Kali CH Root لسه متكلمين عنه من شوية، وده عبارة عن نسخة مصغرة من الـ Kali Linux، تمام، كومبايلد فور ارم، يعني تقدر ان انت تشغلها عندك على الجهاز، تمام. عندنا بعد كده نت هانتر اندرويد ابلكيشن، وده الابلكيشن بتاع نت هانتر، تمام. تقدر من خلاله تنفذ الـ HID اتاكس او المان ان ذا ميدل اتاك او الواي فاي اتاكس مثلا. عندنا بعد كده كاستم كوماندز، ودي تقدر ان انت تعمل هنا الاوامر الخاصة بيك، اوامر بتكون حافظها هنا، بمجرد ان انت تضغط على رن تقدر ان انت تعمل لها رن في صورة انتراكتيف، صورة تفاعلية ان هو يفتح لك التيرمينال مثلا، او في الباك جراوند ان هو يعمل رن للكوماند اللي انت حطيته هنا من غير ما يظهر لك اي حاجة على الشاشة. عندنا بعد كده داك هانتر. داك هانتر ده انت تقدر ان انت هنا تستعمله كبديل للرابر داكي. هنا انت بتحط البيلودز اللي بتشتغل معاك على الرابر داكي بنفس السكريبتنج لانجوج بتاعت الرابر داكي، هو بيعمل لها كونفرت، بيحولها وبيخلي الجهاز بتاعك يشتغل كرابر داكي كبديل ليها. طبعا كل ده لو الجهاز بتاعك بيدعم الكاستم كيرنل. لو مفيش كاستم كيرنل فانت محروم من موضوع الـ HID اتاكس، وبرضه ما تقدرش تنفذ اي واي فاي اتاكس باكسترنال ادابترز، تمام. عندنا بعد كده الاكسبلويت داتابيز. الاكسبلويت داتابيز هي موجوده في التطبيق باسم سيرش اسبلويت، تقدر ان انت تعمل سيرش هنا على اي ثغره موجوده في الموقع اللي هو اكسبلويت دي بي، اي بروف اوف كونسبت الثغره دي او الاكسبلويت او اي اكسبلويت تقدر ان انت تبحث عنها بكل بساطه. عندنا بعد كده الاتش اي دي كيبورد، زي ما احنا شايفين دي القائمة الرئيسية بتاعت الـ HID Attacks من داخل التطبيق اللي هو تطبيق نت هانتر. تقدر هنا انك تكتب الكوماندز اللي عايزها تتنفذ في الـ CMD مثلا عند الـ Victim بتاعك، او تقدر تكتب باور سبلويت، تمام. تقدر في الباور سبلويت هنا تكتب سكريبتات باور شيل، او تقدر تحط لينك للسكريبت باور شيل وهو هيحمله وينفذه في الجهاز بتاع الـ Victim. عندنا الهوم سكرين بتاعت التطبيق اللي هو نت هانتر، دي الهوم سكرين بتاعته، بيكون فيها الاصدار بتاع الكيرنل، تمام، اصدار البيزي بوكس، والحاله بتاعت الروت، الجهاز عليه صلاحيات روت ولا لا، او الاتش اي دي ستاتس، في اتش اي دي في الجهاز بيدعم الاتش اي دي ولا لا. عندنا نت هانتر تيرمينال ستاتس سواء متثبت او لا. وعندنا بعد كده نتورك انترفيسز، المعلومات الخاصه بيها، تمام. عندنا بعد كده الكالي سيرفيسز، ودي هتلاقي فيها الـ SSH والاباتشي. تقدر ان انت تعلم على run on ch root start، بحيث ان هو في بداية ما بيعمل start لل ch root او start للسيستم اللي داخل ال ch root اللي هو الكالي، فيعمل start للسيرفيسز دي اللي هي الـ SSH والاباتشي 2. طبعا كل ما انت علمت عن حاجات اكتر من دي بيستهلك من البطارية اكتر. ال SSH الاباتشي، البوست جريس اكوال ده عشان الميتا سبلويت وغيرها، وال DNS ماسك عشان السيرفر بتاع ال DHCP. عندنا بعد كده الكيكس مانجر، وده من الحاجات اللطيفة جدا. زي ما احنا شايفين كده تقدر تعرض الشاشة بتاعتك على شاشة عادية، شاشة الموبايل تعرضها على شاشة عادية كبيرة، تمام، من خلال كابل ال USB Type C، تمام.
زي ما احنا شايفين كده، الجهاز الاساسي بتاعك اللي بيكون عليه كل الكومبوننتس هو الموبايل، والشاشة دي مجرد عرض بس، وبتستعمل معاهم كيبورد وماوس يكونوا بلوتوث. تمام كده، انت حولت الجهاز بتاعك، حولت الجهاز بتاعك الموبايل العادي لماشين كاملة، كأن معاك سايبر ديك متحركة بالظبط. عندنا الباكت شينجر، وتقدر تستخدمه عشان تعمل عمليات الماكس بوفنج بكل بساطة. عندنا بعد كده مان ان ذا ميدل فريم ورك، دي أداة مشهورة اسمها مان ان ذا ميدل فريم ورك أو MITMF. تمام، الأداة دي بتسمح لك إنك تعمل هجمات المان ان ذا ميدل، وفيها انتجريشن للبي فريم ورك، وتقدر تستعمل معاها فايل بي دبليو ان. تمام، و SSL strip ده برضو موديول تقدر تستخدمه معاها، بحيث إن هو يستخدم لك الأداة اللي هي SSL strip بكل بساطة. تقدر تعمل انجكت لملفات جافا سكريبت. تمام، وفيها خيارات تانية كتير يعني لو عايزين تجربوها بنفسكم. طبعا استخدام الأداة دي مش بيتطلب إن أنت يكون معاك كاستم كيرنل على الجهاز بتاعك، بس بيتطلب صلاحيات روت. طبعا عندنا بعد كده المانا ايفل اكسس بوينت، دي تقدر تستخدمها عشان تعمل هجمات الايفل توين. تمام، عندنا بعد كده الميتا سبلويت بيلود جنريتور، تقدر تستخدم الواجهة الرسومية دي عشان تكريت او عشان تنشأ او تعمل جنريت لبيلودز من الميتا سبلويت بكل بساطة. والأداة دي بتكريت لك ملف بصيغة RC، تقدر ان انت تستخدمه عشان تعمل لسن بعد ما تكريت البيلود بتاعك بكل بساطة. تكتب الامر ميتا سبلويت وبعد كده داش ار وبعد كده اسم الملف اللي هو بصيغه RC. عندنا ان ماب سكان، ودي واجهه رسوميه روعه للان ماب، تقدر تستخدمها انك تعمل سكاننج. عندنا بعد كده هيتكلم عن الروتلس، دي النقطه اللي كنت بتكلم فيها للناس اللي عايزه تشغل كالي لينكس او عايزه تشغل نت هانتر على جهازها من غير ما تعمل روت للجهاز او يكون في صلاحيات روت. هنا في شرح وافي، طبعا ده الشرح الرسمي من موقع كالي.org، ازاي تحمل او تشغل او تعمل ران لكالي نت هانتر على الجهاز بتاعك بدون روت، وزي ما احنا شايفين بواجهة رسومية وكل حاجة. بيكون الموضوع ده عن طريق تيرموكس، كل اللي هتعمله انك هتحمل نت هانتر ستور وهتحمل من عليه تيرموكس، وهتحمل نت هانتر كيكس كلاينت، وهتحمل هاكرز كيبورد. تمام، وهتتابع مع الاوامر دي والخطوات دي. تمام، عندنا بعد كده USB Arsenal، وده ما كانش موجود في الاصدارات اللي قبل كده والاصدارات الاولانيه من نت هانتر. ده بيسمح لك ان انت تتحكم في الـ USB انترفيس اللي في الموبايل عندك، تشوف انت عايزها تشتغل HID، عايزها تشتغل EDB، عايزها تشتغل RNDIS. تمام، عايزها مثلا تشتغل ماس ستورج عادي جدا، عايزها تشتغل اتش اي دي، عايز تعمل ايميوليشن لسي دي زي ما اتكلمنا قبل كده. عندنا بعد كده ازاي تعمل باتشنج للكيرنل، ازاي لو عايز تضيف مثلا واي فاي ادابترز جديده او عايز تزود ادابترز جديده ازاي تعملها. عندنا بعد كده ازاي تعمل بورتنج للنت هانتر، طبعا في النقطه الاولانيه هنا احنا اتكلمنا ازاي تعمل بيلدنج للنت هانتر. بيلدنج يعني انت هتعمل بيلدنج الجهاز مدعوم اصلا، لكن لو الجهاز مش مدعوم فانت هتحتاج تعمل ايه، بورتنج. تمام، يبقى الخطوه بتاعت البورتنج هنا دي للاجهزه اللي مش مدعومه رسميا. هتلاقي هنا برضو شرح وافي ازاي تعمل بورتنج للكالي نت هانتر لجهاز مش مدعوم. عندنا بعد كده تيستنج تشيك ليست، والتشيك ليست دي اللي انت المفروض تعدي عليها بعد ما بتثبت نت هانتر على الجهاز عشان تتاكد ان انت معاك نت هانتر بيعمل بشكل جيد. اول حاجه تاكد الاندرويد في ان سي موجود، بلونيميا، طبعا التطبيق اللي هو بلونيميا ده بيسمح لك انك تعمل فورورد للترافيك بتاع الجي بي اس ما بين الموبايل وما بين اللابتوب. في الحاله دي انت تقدر تستخدم الجي بي اس بتاع الموبايل من خلال اللابتوب في عمليات زي الوورد درايفنج مثلا. عندنا درايف درويد، دي تقدر تستخدمها انك تعمل ايميوليشن للسي دي من خلال ملف ايزو بتختاره على الموبايل، وبعد كده لما بتوصل الموبايل بالبي سي بتاعك بيقرا ان هو توصل فيه USB CD. هاكرز كيبورد، ودي كيبورد ممتازه، ده التطبيق بتاع نت هانتر. RF Analyzer، تقدر تستخدمه ان انت تعمل انالايزنج لل RF من خلال اجهزه زي ال RTL SDR او هاكر 1 سوبر اس يو.
وده طبعا ما بقيناش محتاجينه دلوقتي لانه موجود الماجسك، وده التيرمينال ايميوليتور اللي هو الكالينت هانتر تيرمينال. تمام، بعد كده متأكد ان التطبيقات دي موجودة، هتروح على السيتنج وتشوف الاصدار بتاع الكيرنل. تمام، هتشوف مكتوب فيه كالي او مكتوب فيه الاسم بتاع الكاستم كيرنل بتاعك. لو موجود فيه الكلام ده هتروح تتأكد من الاتش اي دي اتاكس او من الاتش اي دي كيبورد اتاك. ممكن تستخدم التطبيق اللي هو اسمه يو اس بي كيبورد، او ممكن تستخدم الاتش اي دي اتاك اللي احنا شفناه دلوقتي بداخل التطبيق اللي هو نت هانتر. بعد كده هتفتح التيرمينال بتاع الكالي وهتتأكد ان الميتا سبليت شغالة وان الداتابيز بتاعتها شغالة. تمام، دي التشيك ليست عندنا. بعد كده وايرلس كاردز اون نت هانتر. ايه الوايرلس اللي مدعومة من قبل نت هانتر؟ معظم الوايرلس كاردز المدعومة على الكالي لينكس وموجودة في البيدج بتاعتهم هي مدعومة برضو على نت هانتر ده الرسمي، لكن الاصدارات الغير رسمية بيكون مدعوم عليها قطع اقل او يو اس بي واي فاي ادابترز اقل. عندنا بعد كده البلوتوث ارسنال، والقائمة دي موجودة عندك عشان تعمل بنتريشن تيستنج لأجهزة البلوتوث. تمام، في عندنا هنا برضو في نقطة تانية أنا كنت حابب إن أنا أتكلم فيها، الصفحة دي اللي هي بتاعت الفانكشناليتي. تمام، ده الشكل بتاع الدعم للأجهزة. عندنا 3 إصدارات من نت هانتر. الإصدار الأولاني هو نت هانتر روتلس، الإصدار التاني نت هانتر لايت، وعندنا النت هانتر اللي هو الفول أو النسخة العادية الكاملة. تمام، زي ما احنا شايفين الروتلس تمام بيدعم الاب ستور، بيدعم السلاي او الكوماند لاين، بيدعم الباكجز الموجوده في الكالي لينكس، بيدعم الكيكس يعني في واجهه رسوميه فيه، بتقدر تشغل الميتا سبلويت بس وزاوت دي بي او من غير قاعده بيانات. ده الحدود بتاعت اللي هو الروتلس اللي من غير روت، ما تقدرش تعمل اكتر من كده. ما تقدرش تشغل داتابيز مع الميتا سبلويت، ما تقدرش تشغل نت هانتر ابلكيشن، ما تقدرش ان انت مش ما بيتطلبش منك انك يكون عندك تي دبليو ار بي، ما بيتطلبش عنك انك يبقى عندك روت، مش هيشغل معاك الواي فاي انجكشن، مش هيشغل معاك الاتش اي دي اتاكس. عندنا بعد كده انت تانتر لايت. تمام، وده زيادة ان انت بتقدر تشغل النت هانتر ابلكيشن، وزيادة عليه ان انت لازم يكون عندك تي دبليو ار بي. عندنا بعد كده النت هانتر اللي هو الفول او الاصدار الكامل، ده مدعوم معاك، بيدعم كل حاجه، بيدعم الواي فاي انجكشن، بيدعم الاتش اي دي اتاكس، لازم يكون عندك روت، لازم يكون عندك التي دبليو ار بي. هيشتغل معاك الابلكيشن بتاع نت هانتر، هيشتغل معاك الميتا سبلويت بالداتابيز بتاعتها. زي ما احنا شايفين في هنا برضو بيقول لك السبورت ديفايسز اند رومز، ايه الرومات المدعومه وايه الاجهزه المدعومه. هيدي لك هنا الصفحه بتاعت نت هانتر، بيقول لك ازاي تعمل بيلدنج النت هانتر. تمام، وبرضو هتلاقي شروحات كتير هنا زي ما احنا شايفين، برضو بيتكلم عن الابليكيشنز الموجودة في نت هانتر ايه اللي تقدر تطبقه عليه. دي الحاجات اللي احنا اتكلمنا عنها. لو حابين ان انا اشرح الكلام ده كله بالتفصيل على جهاز بشكل عملي، انا هنتظر اقتراحاتكم بإذن الله. بشكركم على حسن المشاهدة والى اللقاء.